السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي القناة، كل عام وحضراتكم بخير. إن شاء الله هشرح لكم فكرة العباية دي النهاردة معمولة إزاي. هي تاخد قماش من اللون الغامق، حوالي 2.5 متر قماش، عرض 150، ومن القماش التايجر هتاخد حوالي متر قماش، عرض 150. تعالوا كده نشوف الخطوات. اول حاجه هناخد طول العبايه من اعلى حته في الكتف لغايه الطول المطلوب، يعني ممكن اخد 1.5 متر قماش، يعني كده يبقى 150 لو عايزاها طويله، 150، والعرض بتاعنا 150، فكده هاخد 1.5 متر لجسم العبايه اهو كده، هطبقهم طبقتين، هيبقى كده 75 فوق و75 تحت. هنطبق القماش 4 طبقات، الاربع طبقات هيكونوا قد بعض بالظبط، وبعدين هنيجي ناخد عرض الاكتاف. عرض الاكتاف باخده زي ما احنا متعودين، من عند عظمة الكتف اليمين لعند الكتف الشمال، واقسم على الاتنين. اذا عرض الاكتاف عندي 40، هجيب ال40 واقسمهم كده على الاتنين واحط المقاس كده. طلع المقاس لغاية كده مثلا، اول ما باخد المقاس ده بنزل تحته كده من 3 ل4 سنتي واعمل نقطة جديدة اهي. بعد كده بناخد دوران الرقبة وهقسمها على 5، يعني لو عندي دوران الرقبة 40 هقسمها على 5، الناتج هيبقى 8، هعمل 8 ومن هنا لهنا هيطلع 8. تمام، هنزل 2 سنتي بس للحردة الخلفية وهدور كده، وبعدين هعمل ميل الكتف. هنيجي كده نحدد الطول لغاية الوسط قد ايه. كده مثلا من هنا لهنا كان 40 سنتي، هحددهم كده على بالمزورة كده، طلعوا لغاية كده مثلا عشان اعمل حركة جيرو مظبوطة. خلاص، طيب كده ده خط الوسط، هروح جاية من ميل الكتف لخط الوسط كده وهقيسه واقسمه على الاتنين عشان اعمل حركة الجيرو. تمام اهو، يعني لو من هنا لهنا 40، بس انا بنزل من بعد ميل الكتف يا جماعة عشان ما تتلخبطوش. خلاص كده كده هاخد خط مستقيم، وبعدين هعمل له خط كده بالعرض. هنعمل بعد كده ندخل من الزاوية القايمة دي، من هنا من هنا اهو 3 سنتي، وفي نص الخط اللي هو ده ما بين ده وده في نصهم هندخل 1 سنتي، وهبدأ أوصل النقط لبعضها كده، ودي هتبقى الحردة الخلفية. الأمامية هعمقها شوية. تمام كده، هبدأ أخد دوران السطر وهزود له حوالي 6 سنتي، يعني لو كان 100 هخلي 106، وهقسم المقاس بتاعي كده على الأربعة وهحطه كده. تمام، طلع مثلا لغاية كده. خلاص، هنزل بقى من عند الصدر كده باتساع لتحت، يعني حتى الارداف انا اصلا هي كده كده واسعة، فانا مثلا لو عندي الارداف لو اقدر اقاسها الحقيقة هيبقى لغاية كده. تمام، احنا كده نزلنا بوسط للاخر. هبدأ اقص، وبعد كده نشوف الحردة الامامية هقصها ازاي. هقص، تمام، هقص كده. هقص الحردة الخلفية للرقبة وهفتح الجنب بتاع العباية، الديل من تحت يا جماعة لازم اجي من الجنب كده، وهطلع حوالي 3 سنتي واخدهم كده على ما فيش عشان ما تبقاش عامله جناب. هاجي للامامي، ده الامامي طبعا ما عملناش حركه رقبه، هنيجي كده وهننزل كده، يا اما خط مستقيم لتحت خالص، يا اما هعمل 7 لغايه ما توصل معايا للخط المستقيم. يعني في طريقتين، يا اما هشيل الجزء ده كله، تمام،
يا اما هعمل 7 كده طويلة لغاية ما اوصل للخط المستقيم. هيبقى ده الامامي وده الخلفي. تعالوا نشوف بقى هنقص الكم ازاي والمرد ازاي. هنقص بقى الكم ازاي. هناخد قطعتين قماش طول بتاعهم من عند عظمة الكتف لغاية فوق الكوع مباشرة. يعني ايه؟ علشان هتبقى ماسكة في الايد من الجزء ده، فما تضايقش الكوع، خلي الكوع في المنطقة الواسعة اللي هيبقى فيها الكلوش. تمام. فكده خدت انا كده قطعتين قماش اهم، احطهم فوق بعض، وهنيجي كده نحط ده الحردة بتاعت الخلف اهي، كأني مركبة كم اهو. هعمل ايه؟ انا عندي المفروض هخيط من هنا، هخيط من هنا، هاخد طبقة واحدة بس. انا بعملها على الحردة بتاعت، انا لسه الحردة الامامية للعباية ما حردتهاش. طيب هنيجي كده، ادي علامة خياطة ودي علامة خياطة في الكتف. المفروض ان انا هاجي على القماش ده وهوصل الاتنين ببعض كده، علامة الخياطة دي وعلامة الخياطة. نهاية الخياطة اللي هنا في العباية بتبقى بداية خياطة جنب الكم. عملت خط مستقيم اهو مايل، تمام اهو. هعمل فيه ايه؟ بقسمه من النص، وكل نص فيهم بقسمه كمان من النص. اعملها بالفول مصر. اول حاجة عملنا علامة في النص، وكل نص فيهم قسمناه من النص. اللي فوق عن الناحية السليمة كده بطلع فوقها 1 سنتي، والنقطة الاخيرة دي هنزل تحتها 1 سنتي. وهنبدأ نوصل كده النقط ببعضها كده، ده كده حردة الكم. طيب هعمل ايه؟ من تحت من هنا هناخد دوران اللي هو فوق الكوع، وهقسمه على الاتنين وهحطه هنا. طلع مثلا لغاية كده اهو، هوصل كده، هيبقى ده خط الخياطة. هنسيب طبعا جزء واسع كده للخياطة عشان الخياطة اهو. لما هعمل حردة امامية في الكم هنزل سنتي كده تحت النقطة دي بس معايا، وهاخدها كده من هنا اللي مفيش لغاية نقطة النص اهو. الجزء ده بس هو اللي هقوره، هقص دي كده. بسم الله. ونعمل علامة في النص للتركيب، وهنا علامة، علامة خياطة. وهنفرد كده الكم ونعمل حردة أمامية. الحردة الأمامية دي لازم أعمل لها علامة كده إن ده الأمامي بتاع العباية بتاع الكم. طيب ده كده الكمين. عايزين بقى الامامي برضو بتاع العباية، انا نسيت اعمل له حردة امامية. هنعمل له حردة امامية في حردة الجيرو. الجزء ده التلت الاخير من حردة الجيرو هي اللي بقورها كده، بدخل 1 سنتي كده. يعني شايفين الجزء اللي انا مظللاه ده؟ هو ده اللي هيتقص بس. كده بقى الكمين. طيب تعالوا نشوف الكلوش بقى هيتقص ازاي. اول كلوشة هقصها قصيرة من هنا لغاية هنا، يعني هتبين يعني في جزء من تحت هنا هيبقى علشان اللون التايجر، خلاص؟ فهاخدها كده ايه؟ قصيرة. تمام. طيب هحسب الطول ده ازاي؟ هناخد قطعة قماشة، قطعتين بقى علشان كل دراع،
25 × 50، تمام؟ 25 × 50 سنتي كده، قطعتين قماش كده 25 وكده 50، 25 50، تمام. هنطبقهم كده، هنحطهم فوق بعض، وبعدين نطبق كده طبقتين، بقوا كده 4 طبقات فوق بعض. هنجيب السليم ده على المفتوح كده، تمام. وبعدين هنجيب الكم نفسه، كم اهو، هطبقه كده. هطبقه كده طبقتين، وبعدين ده من الجزء اللي تحت اللي هو الجزء ده، هطبقه كده طبقتين، وبعدين يبقوا طبقتين بأربعة، وهحط ده كده، تمام. وهعمل الخط بتاعهم كده. لو انا عايزة اطبقه طبقتين اتنين، يبقى هفرد القماش ده كده، هيبقى مفروض، وهحط الجزء ده كده اهو، شايفين كده اهو، وبرده هاخدها على قدها بالظبط. طيب هنيجي بعد كده نعمل ايه؟ يعني دي هي زي التانية بالظبط، ما تفرقش. هنيجي كده، طبعا احنا مظبطين الطول، هنيجي نمشي زي البرجل كده لغاية ما ايه، ما نساوي الدوران بتاع الكلوش كله، تمام. ايا كانت الطريقة اللي هي كده، دي برضو كنا هنساوي برضو كده، شايفين هيها، يعني الاتنين طريقة واحدة. هنقص سواء دي او دي اهو، هنفرد بقى كده، كلكم هيتخيط في الكلوشة دي كده. طيب تعالوا نشوف هنحسب الكلوشة التايجر قماش قد ايه. هناخد بقى قطعتين قماش من التايجر كده 35 وكده 70، تمام. طبقتين اهم، هنطبقهم كده اهم، بقوا كده 4 طبقات. ممكن اجيب الكلوشة الاصلية اللي انا قصاها اهي، هحطها كده عليهم، شايفين الشكل ده كده. وطبعا احنا مثلا عايزين الفرق قد كده اهو. الاول هحدد القصة اللي من فوق، لان هما الاتنين قد بعض من فوق بالظبط كده، وهنشيل دي بقى كده، ونبدأ ندور الجزء من تحت اهو بالمزورة كده. تاني همشي اهو بشكل ايه، دائري. وهنقص، مش عارفه باين معاكم الشكل ولا لا. هنقص هنفرد بقى كده، بقى عندي كلوشة ها وكلوشة ها، دول طبعا هيتشبكوا في الكم، هيتخيطوا في الكم كده، تمام. باقي معانا ايه؟ المرد بتاع العباية نفسها، اللي هي هتبقى كده، هاخد الجزء الامامي ده كده، جزء من القماش تايجر، جزء كده عريض، ممكن الفه حوالين الرقبة نفسه يعني، هيبقى او هاخد على الامامي بس، ومن ورا يبقى سجاف عادي اللي يعجبكم. هنقص بقى المرد قطعتين قماش، العرض كده حوالي 7 سنتي او 8 سنتي،
والطول المفروض ان هو بيبقى ماسك كده من العباية من تحت ويلف حوالين الرقبة من ورا. انت عندك طبعا عشان جايبة القماش تايجر ده متر بس، فعندك القماش عرضه 150، فهيقف معاك الطول لغاية الكتف كده بس. اذا هتوصلي الحتة الخلفية اللي في الرقبة من ورا، تمام كده. تعالوا بقى نشوف خطوات التقفيل. اول حاجة هنقفل الاكتاف. بعد ما قفلت الاكتاف هنركب المرد ده، المرد اللي هو في العباية من قدام، تمام. هنمسك المرد كده وهنطبقه اتنين، وهجيب العباية كده من على وشها، يعني هخلي العدلة هي اللي قدام، وهخيط كده احط فوق الوش كده وهخيط كده، الف حوالين العباية كلها، تمام، ومن حوالين حردة الرقبة من ورا. وانتي طبعا زي ما قلت هتضطري توصله من الخلف قطعة عشان القماش عرضه 150 بس. هخيطها ونشوفها. خيط المرد اهو، طبعا من الداخل بيتعمل اوفر من هنا، الخياطة من هنا. طيب تعالوا نشوف هنركب بقى الكم ازاي. اول حاجة هركب الكم اللي هو لغاية الكوع، ركبته اهو، هركبه كده على المفتوح اسهلك. وبعد كده هنروح تانيين العباية كده كلها على بعضها كده زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنبدأ نقفل كده 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 للآخر، مع مراعاة ان حردة الباط دي تيجي على بعضها، تمام. يبقى هقفل كده 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 كده. بعد ما قفلت الجناب، جناب الكم جنب الكم وجنب العباية، هنجيب بقى الكروشات وهنقفلها كلها كده، تمام، كلهم قفلته. هنقلب بقى كده، هنجيبها على الوش وناخد واحدة من اللي هي اللون الأحمر ده مثلا اهو، احط الخياطة فوق الخياطة، يعني هركبهم فوق بعض كده فوق بعض كده. هنحط بس الاطراف نسويها على بعض كده عشان واحنا بنخيط مفيش حاجة تفلت. ممكن تعمليها برضو ابرة وخيط تسرجيها، تمام. زي ما قلت خياطة الجنب هتبقى مع خياطة الجنب. قلبتها كده خلاص، هنجيب بقى الكم ده وهيكون كده على القلبة بتاعته، يعني الخياطة اهي باينه، وده هيكون على العدل بتاعه. هروح مدخلاهم جوه الكم ده، هدخلهم كده. انا معلش هدخلهم من هنا لان انا بالنسبة لي كده ايه، يعني موديل صغير قوي. هدخلهم كده اهم باينين اهو، هحط الخياطة بتاعتهم دي على الخياطة دي. هنفرد بقى ونبدأ نخيطهم. هنا اهي هنخيطها بقى كده. خلاص كده ركبت الكلوش في الكمام. ممكن تحط لها برضو كده جزء من القماش التايجر من فوق زي ما انا عاملة كده. وتعملي بقى الحزام. ده شكل الموديل بتاعنا النهاردة. يا ربي الشرح يكون عجبكم وتنفذوه بكل سهولة. ان شاء الله هنتقابل في موديلات تانية جديدة. انتظروني، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.